السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا ان شاء الله نصاوب معكم غريبه ديال السميده والكوك، كتجي زوينه ونتمنى تعجبكم. الا عجبتكم ما تنساوش لايك الفيديو، اشتركوا في القناه وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. هنا عندي السميده الرقيقه اللي هي خاصه بالحلوى الغريبه، كتكون رقيقه بزاف بحال هكا كيف كتشوفوا. عندي كاس الانبات الزيت، كاس ديال سنيده، كاس الكوك، وثلاث البيضات، قشور حامضه، وفانيا، وخمارة. غنبدأ بسم الله، غندير البيض، يمكن لكم نتوما تضبطوا المقادير الا بغيتيو. وبالنسبة للسميدة كتبقى على حسب نوعية السميدة اللي عندكم وشحال يكفيكم لهذا الخليط. هذا غنزيد السنيدة، وغنزيد داك القشور الحامضه ومعلقه ديال المربى ديال المشمش ولا اي مربى عندكم الا بغيتيو. ولا بغيتيو تستغناو عليها استغناو عليها، لان هذيك المعلقه ديال الكوفيتير هي اللي كتزيد واحد النكهه، عفوا كتزيد داك التعليكه باش كتجيكم غريبه مع اللي كان مزيان داك الكوفيتير. ممكن نخلط هادو، غنمشي نزيد الكوفيتير. انا زدت الكوفيتير ديال المشماش معلقه صغيره، الكوفيتير ما خصوش يكون هذاك اللي فيه الطروفه، خص يكون هذاك ديال الحلوه اللي خاص بالحلوه. غنزيد دابا الزيت، وغنزيد الكوك والخماره، غنخلط هادو. يمكن لكم ديروا مع هاد الثلاث البيضات ديروا جوج كيسان ديال الكوكي الا بغيتيو. انا هنا غندير غير كاس، كيف كتشوفوا كنبقى نزيد السميده شويه بشويه على ما غيتجمع لي الخليط. باقي غنزيد شويه، ممكن تحتاجوا نص كيلو ديال السميده كامل، ممكن تحتاجوا قل من نص كيلو. كيف قلت لكم كيبقى على حساب نوعيه السميده اللي عندكم، يعني بحال الدقيق كيبقى على حساب الخليط. هنا غنزيد شويه السميده، صراحة هاد الغريبة هادي كتجي زوينة بزاف وكتعجبني بعدا أنا كتعجبني. بالنسبة للقشور الحامض يمكن لكم تستغناو عليهم، هاي غريبة من بعد ما كنجي نخلطها كيفاش كتولي عندي. المهم هنا كنكورها، كندير كويرات يكونوا متوسطين في الحجم، كنحاول نقادهم. وغندير الغريبه في سكر كلاصي سبيسيال، غنحاول ندير فوق منها سكر كلاصي مزيان، وغنديرهم في لاطه الفران اللي دايره فيها ورق الفرن. في هذا الوقت انا شعلت الفران باش نصوبهم، صافي غير نكملهم دغيا
يكون الفرن سخنش عليها العافيه مهيله. بالنسبه نتوما الا كانت اول مره غديروها، صاوبوا اول وحده وجربوها، جربوها على حساب الفرن ديالكم. من بعد ما تجربوها صافي تشوفوا الى سقات لكم ولا داك، ما سقات لكمش شوفوا يمكن من السكاغلاس خصو على بده يكون سبيسيال. وكيف كتشوفوا العجينه ما خصهاش تكون جاريه. صافي الفران ما نقدرش نقول لكم صراحه واش من الفوق ولا من تحت، مش الفران ديالي انايا، الفران اللي كنطيب فيه ما فيهش جوج جوايه، يعني ما فيهش العافيه من الفوق ومن التحت، فيه العافيه غير من الوسط. يعني كندير انا غريبه طيب من الفوق تكون العافيه تحت منها، ومن بعد عاد كنرد نهبطها لتحت شويه. كنحاول نخليهم بعدين شويه على بعضياتهم. المهم نكمل هاد الكميه هذه اللي عندي. الا بغيتو نتوما حتى ديروا الكويرات تقادوا الكويرات ديالكم، عاد كديروهم في السكر كلاصي ديروها الا بغيتو. هي غريبة من بعد ما وجدت، كيف كتشوفوا كتجي مشققة مزيان وكتجي زوينة. ما تهبطوهاش تكون العافية فوق منها الا كنتو ما تحضيوهاش. المهم انا نقولها لكم شوية لها، وقعت لي في اول مرة كنت غنقبلها، كنت خليتها لتحت وكانت تحرقات من الفوق حيت السكر كلاصي كيدوب وكيتحجر. المهم هادي نصيحة باش تجي تكون مزيانة. والفرن خصو يكون سخون كيف قلت لكم، ملي تدخلوها كتبقاو مرة مرة تطلعوا ليها، ملي كتشوفوها تشقات
كتخرجوها على ما كتشد راسها شويه وكتحيدوها في الطاسه ولا فين ما غادي تحيدوها نتوما. ونسيت ما قلت لكمش في الاول من اجينت العجينه راه خليتها واحد القزماين على ما شربت ديك السميده، حتى انا خليتها شويه كتلصق في اليد شويه، من بعد ما شربت السميده صافي ولات مزيانه. والصراحه انا نصاوبها ونتمنى تعجبكم. الى عجبتكم ما تنساوش لايك الفيديو، اشتركوا في القناه وضغطوا على الجرس باش يصلكم كل جديد.